السلام عليكم، تعالوا نشوف ازاي هنسيح الزبدة دي ونحولها لسمنة بلدي تقعد معانا للشهور قدام من غير ما تمرر ابدا. دول 2 كيلو زبدة طالعين من الفريزر، حطيتهم في حلة ورفعتهم على نار عالية، وهحاول افكها كده. بتتفك بكل سهولة على فكرة، يا بشوكة او معلقة، ونتحكم فيها وندوبها لحد ما تسيح كلها. لو احنا طلعناها من الفريزر وقلنا نسيبها على المطبخ تفك، هو ده اللي بيمرر السمنة البلدي معانا، لكن لما تعمليها بالطريقة دي مستحيل تمرر. شايفة الاخر قطعة في الزبدة والشوكة مش راضية تغرز، معناه ان هي ما اخدتش وقت خالص، يعني حوالي 3 أو 4 دقايق وبتكون الزبدة كلها فكت. اللبن اللي طلع على الوش ده ما نحاولش نشيله ابدا دلوقتي الا لما ينشف او ياخد اللون الغامق اللي هو الذهبي ده. نقلتها بقى بمجرد ما فكت على اصغر عين في البوتاجاز، وهديتها كمان لاهدى نار. بعد ما اللبن ده اخد اللون ده، نقدر دلوقتي نشيله بكل بساطة بكل سهولة، وكمان مش هيهدر معانا السمنة، مش هيطلع معاه سمنة يعني. لما ندوب كده واللبن يطلع منها تاني، معناه ان هي ما اخدتش السوى التمام، لسه قدامها كده شوية. كل ده على النار الهادية جدا زي ما اتفقنا، نار شمعة كده مش اكتر. هنحط لها بقى ذرة ملح بسيطة جدا، لاننا لو كترنا الملح المرتة بتاعتها هتبقى يعني مش هتقدري تاكليها بسهولة، هيبقى الملح بتاعها زيادة. وكمان ممكن ننسى واحنا بنطبخ ان السمنة فيها ملح، فتبوظ معانا الاكل ويصبح الملح برضو بتاع الاكلة زيادة جدا. كده راقت جدا ومعادش بيطلع منها لبن، وكمان المرته او العجوزه زي ما بنقول اخدت اللون الذهبي، وده معناه ان هي استوت واخدت السوى التمام الصح. هنعبيها بقى في برطمان معقم ونغطيها غطا محكم جدا لو عشان ما تاخدش اي ريحه، ما تلقطش اي ريحه من التلاجة او بره التلاجة. كده بالطريقه دي مستحيل تنعم معاكي، ومستحيل طعمها يمرر او يغير. شايفين ما شاء الله مرملة وجميلة جدا. أتمنى أكون أفدتك، وألف هنا.